شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث الفتره الاولى والثانيه من مباراه كره السله للاهلي والاتحاد بتقدم الاتحاد 29-28. وفي خبر عاجل، الاهلي يقرر تصعيد ازمه ملعب نهائي دوري الابطال للمحكمه الرياضيه الدوليه. قرر النادي الاهلي الاحتكام الى المحكمه الرياضيه الدوليه طلبا للعداله في ازمه الملعب الذي يستضيف المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا، ردا على رفض الاتحاد الافريقي لكره القدم اقامه المباراه المشار اليها على ملعب محايد بعيدا عن الفرق الاربعه التي تتبارى في الدور قبل النهائي للبطوله، فضلا عن امور اخرى تخل بالميثاق الاولمبي ولوائح الفيفا ولوائح الاتحاد الافريقي ذاته. وسيقوم الاهلي الذي سبق وان طالب كاف باقامه المباراه في ملعب محايد بالطعن على القرار الصادر في هذا الشان، وسوف يطلب اجراءات مستعجله الفصل في الموضوع قبل الموعد المحدد للمباراة، خاصة وأن كاف في القرار الصادر عنه والمدون على حساباته الرسمية منذ أمس أعلن عن إسناد تنظيم المباراة لملعب بعينه. وفي نهاية القرار ذاته أشار إلى أنه يدرس حاليا إقامة المباراة النهائية بالنظام القديم ذهابا وإيابا. والنادي الأهلي يأمل في حرص الاتحاد الأفريقي على عدم تعطيل العدالة وينتظر قبوله للإجراءات المستعجلة وتقديم المستندات ذات الصلة للمحكمة الرياضية الدولية حتى يتم الفصل في هذا الأمر وتحقيق العدالة الناجزة. جاء قرار الأهلي بالتصعيد للمحكمة الرياضية الدولية بعدما رأى أن إسناد تنظيم المباراة النهائية لملعب بعينه للعام الثاني على التوالي قد يترتب عليه منح أحد الفرق أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره، فضلا عن مخالفات قانونية ولائحية أخرى. كما أن كاف استند إلى وجود عرض وحيد لاستضافة المباراة وتم سحب العرض الآخر دون أن يتم الإعلان عنه وعن أسباب. لكن الخبر العاجل، نرجع لمباراتنا النهاردة وارجع لضيوفي اللي منوريني في الاستوديو. يمكن أرجع لك يا كابتن سلعوي بعد إذن حضرتك. شايف الشوط الأول أو الفترة الأولى والثانية مشت ازاي، خاصة ان يعني في هبوط فني في الاداء عن مباراة اول امس؟ يعني المباراة انا شايفها انها ضعيفة جدا فنيا، لا ترتقي الى المستوى انها تكون جيم من ضمن الخمس مباريات اللي هي نهائي السوبر. شايف ان مباراة الفرقتين يسودهم الخوف من الجانبين وان في توتر في اداء اللعيبة، مش قادرين نقول على نجم معين في خلال الشوط الاولاني والثاني، سكور ضعيف جدا. يعني عايز اقول برضو ان قد يكون علاء عمرو زهران في الاول بدا بدايه كويسه، الناحيه الثانيه ميدو طه على فترات، عمرو الجندي بدا، لكن المباراه بمجملها عكس المباراه اللي فاتت. نعم. ولا ترتقي الى انها تكون يعني مباراه من ضمن الخمس مباريات اللي هم في الفاينل. اعتقد لو الشوط الثالث والرابع الصوره ما تصلح، اللعيبه مجهده، شكلها تعبان، مش قادره تجري، في حاجه غريبه النهارده، توتر يمكن يا كابتن، توتر مؤثر عضليا تقريبا على الفريق. لكن اعتقد اللعيبه عليها ضغوط شويه برضو. نعم. بالنسبه للعيبه الاهلي ضغوط انها خسرت المباراه اللي فاتت، لعيبه الاتحاد ضغوطها ان اللاعب الاجنبي مش موجود معاهم، لكن اعتقد ممكن ان في الشوط الثالث والرابع يعني نامل انها تكون افضل من كده. نعم. كابتن طاهر، يمكن بالرغم من غياب المحترف الاجنبي بصفوف نادي الاتحاد كوري، ولكن الاتحاد النهارده طالع الفتره الاولى والثانيه متقدم فرق بوند. هو طبعا المباراه يعني اقل من المباراه اللي فاتت، وكميه تيرن اوفر او كميه الكور الميست او اللي ضايعه كتير بالنسبه للفرقتين. نعم. وبرضك اللي يميز المباراه ان هي بطيئه الى حد ما، ودليل ان السكور برضك مش عالي. ومع هذا كله انت ما تعرفش مين اللي يكسب. صحيح. لانها بونت برضك، باسكت يعني ماشيه مع بعض، يعني انت ما انتش عارف. يعني حتى في المباراه اللي فاتت كانت في فرق كبير في اول اربع دقائق بين الاهلي في الكوارتر الاولاني، ووصل ان انت حصل درون والاهلي عوض كل ده، خدت بال حضرتك؟ نعم. بس ما لم يصيبه التوفيق في الوقت الاضافي وحط باسكت واحد. نعم. يعني هي المباراه رغم ان هي اقل المباراه اللي فاتت، بس برضك التنافس الى حد ما قريب.
او ممكن يعزو يعني مثلا عزائنا الوحيد ان ممكن يكون الديفنس اقوى النهارده من الماتش اللي فات. نعم يا كابتن طارق. كابتن ايمن يمكن النهارده لو قلنا ان النهارده النتيجه طلع 29-28 اذا احنا رايحين السكور في الخمسينات والستينات، الجيم اللي فات كنا بنتكلم في الثمانينات والسبعينات، حضرتك ترجع لايه يعني قله التهديف او السكور القليل ده؟ والله انا برجع للتشكيلات الغريبه اللي الاثنين مدربين عملوها. يعني النهارده انا يعني منتظر اتفرج على عبد الله ناصر، ما كانش موجود في الملعب. لقيت حاتم البحيري اللي ما شاركش في اول مباراه بيشارك في وقت كتير. احنا كنا اتفقنا ان الوقت بتاع كوري ويبسر هيتوزع على الباقيين، صحيح، بس هو اتوزع لناس ما ادتش الكفاءه المحتاجينها. النهارده من وجهه نظري نجم الشوطين الاولين هو احمد مهيب، لان هو برده جاي من عدم مشاركه في الماتش الاولاني. بنتكلم في 3 بونت، بنتكلم في 3 رميات حره برده من شوطه، من 3 بونت 3 اخطاء سجلهم، بنتكلم من درايف عمل بريتنشن حط باسكت كويس، انا شايفه كان احسن واحد. الناحيه الثانيه نادي الاتحاد، انا حاسس ان الفرقتين تقال، الفرقتين كانهم تعبوا. احنا لسه في جيم 2، الفرقتين النهارده العملية روتينية جدا، أنا مش شايف حاجة بتحصل من اتنين مدربين. ممكن يبقى المدرب اتكلم وقال عايزين نعمل كذا كذا، بس الاتنين في الملعب كلها اجتهادات فردية. تستغرب جدا تلاقي مثلا إن اللي مسجلين من تحت الباسكت مصطفى عصام وأحمد عادل، واللي مسجلين مع الثلاثة بونت بيبو وإسماعيل وهيثم. في حاجة يعني تبص الناحية التانية تشوف إيهاب أمين وعمرو الجندي اللي كانوا 40 أو 50 بونت في الماتش الأولاني، تتكلم في 3 بونت لإيهاب لعمرو الجندي من تصويبة و2 بونت لإيهاب أمين. ففي حاجة أنا حسيت إن يعني لو أنت بتقول السكور دلوقتي حسيت إن إحنا بنتفرج على الشوط الأول، لا ده إحنا الماتش الأولاني 27-18 بالظبط. يعني تظل الحاجة الوحيدة الثابتة عن الماتش الأولاني هي مستوى مايكل تومسون الغريب. يعني ما اعرفش في حاجه، بس ده مستوى صعب شويه. انما وجهه نظري الفرقتين بيقدموا في اول 2 كوارتر اداء بعيد تماما عن ان هو مباراه نهائيه، وبعيد عن اداء حتى اول امس يعني بعيد خالص. يعني حتى لو قلنا برده كده الناحيه الثانيه برده اسماعيل احمد 0 بوينت، اسماعيل احمد مش موفق بيحاول، بس يعني اللعيبه كلها بره. يعني اللي احنا كنا منتظرين نتفرج ان هم يزودوا مستواهم، لا احنا شفنا ناس تانية. شفنا احمد مهيب، شفنا ميدو طه، شفنا عمر عزب رامي الحره، عمرو زهران كان كويس. انما نفس الكلام عمر طارق مش موجود، مايكل تومسون مش موجود، الناحيه التانيه اسماعيل مش موجود، بيبو سجل 3 بونت. يعني بيبو اللي انت منتظر منه، انا يمكن ما عنديش احصاءات جاب كام ريباوند، بس بيبو 3 بونت من تصويبه ثلاثيه. نعم. فانا حاسس ان احنا بنتفرج على ماتش غريب شويه. صحيح مشوا يعني النهارده المباراه مختلفه كليا وجزئيا عن اول امس، حتى كل التوقعات اختلفت النهارده. عايز اسمع رايك. السيناريو كله اختلف، هو السيناريو بتاع الجيم ده من الجيم الاولاني مختلف تماما. النهارده انت بتكلمني ان اول كوارتر 13-13، الجيم الاولاني اول كوارتر 27-18. بس خلينا يا كابتن عشان يعني تتكلم براحتك، خليني بس اروح لخبر عاجل الاول ونوضح له للساده المشاهدين. كابتن محمود الخطيب يدعو لاجتماع طارئ لتحديد موقف الاهلي من قرار كاف. دعا الكابتن محمود الخطيب مجلس الاداره، مجلس اداره النادي الاهلي وشركه الاهلي لكره القدم للاجتماع طارئ الذي تحدد له صباح اليوم الاحد لمناقشه موقف الاهلي من قرار الاتحاد الافريقي لكره القدم باقامه المباراه النهائيه لدوري الابطال على ملعب غير محايد. جاء تحديد موعد الاجتماع لحين انتهاء الفرق الاربعه التي تتبارى في اياب الدور قبل النهائي للبطوله من مبارياتها وتحديد طرفي المباراه النهائيه بشكل رسمي. وفي ذات الوقت كلف الكابتن محمود الخطيب الشؤون القانونيه بنادي الاهلي بدراسه الملف بالكامل شاملا لوائح فيفا والاتحاد الافريقي لكره القدم وتقديم تقرير لمجلس الإدارة في اجتماعه المشار إليه، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوق النادي الفنية والأدبية. ويبدو يعني ده كان نهاية الخبر، ويبدو النادي الأهلي بيحافظ على حقوقه. وزي ما تعودنا دايما أبدا من إدارة النادي الأهلي إن هي طبعا سابقة أو دايما أبدا سابقة بخطوة أو خطوتين. النهاردة إحنا بنستعد لمباراة قبل النهائي أو مباراة الإياب قبل النهائي يوم السبت، ولكن عنا على النهائي والإدارة بدأت تتخذ الإجراءات لحفظ يعني حقوق النادي طبعا، لان مباراه كبيره ان شاء الله النهائي وينتظرها جمهور النادي الاهلي كله. معلش يا ميشو قطعتك، ولكن طبعا هي دي قضيه الساعه واحنا متابعينها بشكل كبير. نرجع لمباراتنا، كان عندك الكثير لتقوله.
بقول لك يعني السيناريو مختلف، مختلف تماما، يعني مش هو ده الجيم اللي احنا كنا بنتفرج عليه او اللي احنا كمان كنا منتظرينه، كنا منتظرين ان يبقى الجيم في فنيات اعلى من كده، اعلى من كده بكتير. يمكن احنا الكوارتر الاولاني في الجيم الاولاني 27 كان 18، الجيم الكوارتر الثاني كان 22 20 للاهلي، يعني كان الاسكور اول فترتين خلصان 47 40. النهارده اللي بيحصل في حاجات جديده، يعني احنا النهارده اتفرجنا على وجوه جديده احنا ما كناش يعني منتظرينها، ولكن يمكن شايف ان مهيب هو الوجه الجديد اللي هو اللي ظهر منور النهارده، منور النهارده. والدليل النهارده لو بصيت لاسكور النادي الاهلي مختلف، مختلف في ايه؟ النهارده متوزع، اي نعم الاسكور قليل جدا بالنسبه للاثنين كور 28 بونت، بس ال 28 بونت المره اللي فاتت خالص تماما تماما. النهارده العنوان بتاع الاثنين كوارتر كم التيرن اوفر الغريب اللي بيحصل، وخصوصا تفسروا بايه ده يا ميشو؟ يعني تيرن اوفر من لعيبه دوليه في الفرقتين تفسروا بايه؟ النهارده في حته يمكن اللي انا بفسره اللي انا مستغربه، النهارده كم التيرن اوفر يمكن اكثرهم هو ايهاب امين. النهارده ايهاب امين لحد النهارده عامل 5 تيرن اوفر، ودي ده رقم مرعب، يعني رقم مرعب بالنسبه للاعيب هو سكورر. النهارده معنى كده ان هو بدا يدور على حد، هو ايهاب امين دي مش طريقه لعبه، طريقه لعبه ايهاب امين انت عارف ان هو بيحب اللعب على الباسكت. تيرن اوفر كل لو تاخد بالك كله من السكيب باس، اغلبيته سكيب باس، كله ده مقطوع. طب خليني بس يعني ايش اقطعك، هنطلع لفاصل، عايز اسمع يعني ركز انت وقفت عند فين عشان عايز اسمع رايك الفني جيدا. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع نكمل تغطيتنا المستمره لمباراه الاهلي والاتحاد السكندري لكره السله، ولكن بعد الفاصل.